بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأحباء أينما تكونوا، وحياكم الله وتحية طيبة لكم. وها نحن نطل عليكم مرة أخرى، والبرنامج المباشر الفقه حياة الذي نجيب فيه إن شاء الله عن أسئلتكم واستفساراتكم الشرعية. كما نعتاد مشاهدينا الأحباء نرحب بضيف البرنامج الدائم صراحة العلامة السيد رشيد الحسيني، حياكم الله سيدنا العزيز وأهلا وسهلا ومرحبا. عليكم السلام، حياكم الله وبارك الله بكم وتقبل الله أعمالكم. نعم، حياكم الله سيدنا العزيز. نريد أن نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن شهر رمضان المبارك وصلة الأرحام في هذا الشهر. يعني صراحة سيدنا نرى ربما الكثير من الأشخاص لديه قطيعة مع أهله مع أخوانه، وربما لديه قطيعة مع يعني أبيه وأمه في هذا الشهر الكريم. فهنا السؤال صراحة السيد، كيف يستثمر ويستغل الإنسان فرصة شهر رمضان، وما دمنا نحن في أواخر هذا الشهر الكريم، كيف يحسن يعني وضعه وكيف يكون ممن يصل رحمه في هذا الشهر الفضيل؟ حياكم الله. أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أيها الأحبة، وجود الاختلاف بين أفراد المجتمع بين أفراد الأسرة أمرا طبيعيا. أنا مختلف مع أخي يفكر بطريقة، أنا أفكر بطريقة أخرى، أخي يهتم بشيء أنا لا أهتم بذاك الشيء، أهتم بأمر آخر، أختي لها ذوق أنا لي ذوق، هذه الحال تحصل. عمي طريقته وسلوكه يختلف عن طريقتي وسلوكي. الاختلاف في البشر، الاختلاف في طريقتهم أفكارهم وتبنياتهم أذواقهم شيء لا ينكر أصلا. رب العالمين يصرح في القرآن أنه أنا خلقت الإنسان مختلف، ولو شاء الله سبحانه لو يريد يجعلهم شنو على نسق واحد، بس ما تصير الحياة كلهم على قالب واحد، لابد أن تكون هناك أنماط وأشكال وسلوكيات وأفكار وقناعات مختلفة. جميل. فوجود الاختلاف أمر طبيعي، واختلاف الأذواق أمر جدا طبيعي. يعني المثير للاستغراب بعض الأحيان أن ذوق شخص بالنسبة لذوق الطرف الآخر شخص آخر جدا 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 مختلف. أنا أشوف بعض الناس أذواقهم، أنا أشوف واحد مولانا بيته باني بيت بطريقة بالنسبة إلي جدا مقرفة، مقرفة يعني قبيحة، بس هو كأنما هذا أحلى وأجمل وأفضل نمط. ذوقي يختلف عن ذوقي، وأنا أسوي ذوق الآخر يقول تشغيل إنسان مثلا ما إلك ذوق. هاي الأذواق، هذه الأطباع، هذه الأنماط، هذه الأفكار، إنسان يختلف، هذا أمر طبيعي جدا، يعني ما ليس شيئا مشكلة. نادرا وعسيرا. هذه النقطة الأولى لابد أن نفهمها. وإذا تفاجأت الزوجة أن زوجها يختلف معها أو زوجته تختلف معاه، لا يصور أنه الدنيا وصلت إلى نهاياتها. لا يصور أنه هذه زوجتي ما تفهمني، هذا شوي شوي خد تفهمك، هذا والله زوجتي تسوي شيء اللي أنا ما أحبه، خب لا تفهم نمطك، تفهم ذوقك، تحدد. وأنت يا زوجة أعرفي ذوق الزوج حتى تتحركين. فأكو أشخاص ينصدمون من يقول ها إحنا ما متوافقين. هذا التوافق يمكن أن يحصل شيئا فشيئا، يعطوا مجال لأنفسكم. إذا النقطة الأولى وجود اختلاف أمر طبيعي. النقطة الثانية أنه هذا الاختلاف على أي صعيد كان، على أي صعيد كان. يعني شنو صعيد؟ يعني أنا اختلافي في الملابس، أنت ملابسك بشكل، أنا ملابس بشكل، وأنا يمكن ملابسك
تعجبني يمكن ما تعجبني. نعم أحسنت. أنت أيضا هذا. فاختلافنا وين؟ في الملابس. نعم. أنت اختلافك في الأكل. تقول هاي الطبخ أصلا ما أحبها. وربما شخص آخر. أنا جدا أحبها. نعم أحسنت. فأكو يعني صعد أو مجالات الاختلاف فيه قد يكون. النقطة اللي أريد أكد عليها أنه لا نخلط بين المجالات والأمور اللي نختلف فيها وإحنا متفقين على شنو؟ نعم. على أشياء أخرى. نعم أحسنتم. أضرب مثال. بلي. أنا أحب السمك وأنت تكره السمك، يعني السفرة اللي بيها السمك ما تقعد أصلاً، صريحة السمك أنت السد نفسك. نعم. إحنا مختلفين بهذا. بلي. ولكن احنا متفقين على فكر معين. نعم. على ولاية امير المؤمنين متفقين. نعم. على قضايا هواية كثيرة مشتركات. فنجي احنا نزعل لانه انت بتحب السمك وانا احب السمك، يعني نعم. في جزئية بسيطة. احسنت. نعم. هذا واحد يقول سيدنا هذا شنو الفكرة جاء تطرحها جدا واضحة. نعم. اقول الان عندنا مشاكل اجتماعية ترجع الى هذه القضايا الجزئية. نعم. هذه القضايا الجزئية احنا مشتركين بالمذهب، مشتركين بالتفكير، مشتركين بالفكر، مشتركين مشتركين بالمنطقه، مشتركين بالهويه، مشتركين بالوطن. ولكن مختلفين في انه مثلا بدي اعطيك اياه ولا ما اعطيك اياه. انا ما اعطي بدي. انت تعتبر عدم اعطائي بعطائي بدي اليك هذا نوع من شنو؟ نوع من العداوه. تعال تقاطع كذا. أنا ابني أو بنتي ما أشوفها على حال ابنك جدير. نعم. كفر لها. أختلف. نعم. نعم. فتيجي النقطة الثانية شو تقول؟ لا نخلط بين نقاط الاختلاف مع نقاط الاشتراك. نعم. الخلط بين هذه النقاط هي في الواقع تسبب زعزعة في الوضع وتشتت في المجتمع واختلاف في الأنظار، وفي النهاية التقاطع. نعم. واللي نسميه احنا في واقع الحال نزاعات. نعم. هذا ما يصير. كل شيء انطو حجمه، كل شيء حجمه. نعم. لذلك تشوفون احنا في الواقع اصدقاء يشتغلون. نعم. يعني يشتغلون بشركة مع بعض وسنين 40 سنة. زين. زوجته مع بنتي اذا مشكلة مع بنتي. نعم. زين. والاخ بعد يجي ناني حتى الشركة اللي تخربها. ليش؟ نعم. والله بنتك ويا زوجتي مو زوج. هذه القضية خلوها على جنب. نعم. والعمل جانب آخر. خلوها يعني اجعلوا الاختلاف في ساحته. نعم. وفي مقداره. لا ماذا لا تخلطوا النقاط ولا تخلطوا الساحات. هذه مشكلتنا اليوم. أحسنتم. هي مشكلتنا هي. بني. مشكلة الأمة الإسلامية. نعم. والمجتمعات الإسلامية هي هذه. نعم. يخلطون بين نقاط الاختلاف مع نقاط اتفاق. نقاط الاتفاق لا بد أن نحتفظ بها ونلتقي عليها ونحاول أن نقلل نقاط الاختلاف من خلال نقاط. جميل. واضح. نعم. إحنا إسلامنا. نعم. نقطة اتفاق. زين. عندنا نقطة اختلاف في مثلا خلافة المسلمين بعد رسول الله. نعم. هيك القضية ما يخالف أكو، ولكن خليها في دائرتها. نعم. لا تصير طائفي. هاي الطائفية تخلينا شنو؟ حتى على السلام نجتمع. نعم أحسنتم. على الحجة من نجتمع وهذا غلط. نعم. فإذا النقطة الثانية شنو؟ لا تخلطوا نقاط الاختلاف ومع نقاط الاتفاق. نعم. لأن هذا الخلط يسبب شنو؟ قطيعة ويسبب مشاكل. النقطة. نعم. الثالثة. نعم. إذا كان شيء، اسمعوا جيدا إخواني، إذا كان شيء حسن ورب العالمين يريده ويطلبه ويدعمه. لا. فهو إصلاح ذات البين. فهو شنو؟ إصلاح ذات البين. لا. أمير المؤمنين تدرون أميرني قبل كم يوم إحنا على حال مر علينا ذكر استشهادة. أمير المؤمنين على فراش الموت، على فراش الموت يعني اللي بعد استشهد، جمع أولاده وبناته. تعالوا بابا أنا عندي حكايات مهمة. الوصي لما واحد يوصي واحد شي يحكي حكايات منا ومنا له مركزة ومهمة. نعم. ها؟ نعم مهمة أكيد. أهم. نعم. أهم كلام. نعم. أنا أقول لكم وحبوله. نعم. يعني خلاصة كل حياتي وخلاصة كل عمري. نعم. راح الآن. نعم. أذكر لكم إياه. هذا يسموه
الوصية وصية بالأمور جدا 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 مهمة. نعم. وأنا أوصيكم بها وجاء أروح. زين. من الأمور اللي أوصى بها أمير المؤمنين أولاده وبناته قال الله الله في إصلاح الذات بينكم، فإني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إصلاح ذات البين خير من عامة الصلاة والصيام. إصلاح ذات البين، أنا يمكن قلتها ما أدري في هالبرنامج برامج أخرى قلت بعض شيوخ العشائر، هاي كلمة بعض خليها بين قوسين. نعم أحسنتم. بعض القليل طبعا مو هواية، هذا أهم عندي. بعض شيوخ العشائر قلة، أكثرهم مو هالشكل، أكثرهم للأسف مو هالشكل. بعض شيوخ العشائر إنصافا إنصافا يقومون بعمل جبار في إصلاح ذات البين. بدون ظلم وبدون إجحاف. البعض يسوون إصلاح ذات البين بس شنو مولانا؟ بظلم، بإجحاف، بفصل فصل يعني جدا ظالم. وأكو قضايا الآن في بالي الناس يراجعوني فيها. بس لأنه مشيخته تمشي وشخصيته تمشي على حتى لو كان على حساب المساكين ينزل عليهم 130 مليون يا بدية واحد واحد مجرم، أنا الحين ما بدي أتكلم في القضايا يعني. فبعض الشيوخ العشائر انصافا يقومون بعمل قاله أمير المؤمنين في وصيته من الصبح لليل، يصلح هذا ويصالح هذا ويمشي هذا ويرجع المرأة لزوجها ويرجع الزوج إلى أولاده، هذه في الواقع عمل جبار ويحسب لهم. فلذلك أيها الأحبة نحن هذا العمل الجبار الذي هو مطلوب في كل وقت في رمضان تتأكد شنو؟ تتأكد ضرورته. رمضان شهر الرحمة، شهر المغفرة، شهر العفو. الله أريد الله يعفو عنه، يعفو عن تعفي عن أخيك. نعم جميل. يعفو عن أخيك الذي يريد أن يعفو الله عنه ولا يعفو عن أخيه، كيف كيف يطلب من الله شيئا هو لا لم يفعل يقوم به. نعم. فلذلك لا بد أن تكثر عندنا حالة الانسجام والتواصل والاجتماع على الرحم الواحد وعدم الاختلاف على قضايا بسيطة، وإبقاء الاختلاف ماذا بشكل كبير في حياتنا. في واقع الحال يمكن إنسان، شوفوا هواية جميل هاي الرواية، خل أقولها وأنا عندي دقيقة. في يوم موسى النبي أوحى الله له أمور من أمور أشياء طويلة، حديث طويل، واحدة من عدة قال له إذا واجهت شيئا رأيته فكله أكله. لا. حسب الرواية أكله. يقول موسى مشى أمام جبل، جبل كبير، من قال يا رب هذا الذي أكله؟ قال امشي. لا. امشي. يقول موسى مشى 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 جبل ماكو شيء آخر، لا تفاحة لا موزاية لا تمناية لا لحماية، شاكل يا مولاي. يقول وصل وصل موسى إلى عند الجبل، فرأى بذرة ذرة بذرة، قال كلها. قال موسى ليش يا رب؟ قال المشاكل أو المصائب الكبيرة إذا أنت تستوعبها ترى هي شنو مولانا؟ بحجمها. بحجم. نعم. ليش شوف الجبل؟ جبل ترى الجبل متكون من من؟ من هذه الذرات. نعم. هاي الذرات هي اللي سوت الجبل. فلو نحن في الواقع الأشياء البسيطة نتجاوزها ونمشيها، الأشياء الكبيرة شنو؟ نعم أحسنتم. تنحل. نعم. أوتوماتيكية. نعم أحسنتم سماحة السيد، الله يبارك فيكم. لعل نعم عندنا اتصال من الاخ عادل، حياكم الله. نعم ام عادل حياكم الله، تفضلوا. نعم حياكم الله، تفضلوا. هدي سؤال. بني سعد حسين يسمعكم، تفضلوا انتم على الهواء ان شاء الله. لو تترك التلفزيون تسمع كلامنا. نعم ام عادل. لا على ذكري تسمع. بلي بلي نسمعكم، تفضلوا. ان شاء الله. سيد انا عندي
أنا عندي جاي تسمع صوتك بتحكي يا حبيبي. لا يعني ابتعدوا عن التلفاز حتى يكون صوتكم واضح، وصراحة سيدي يسمعكم. نعم إن شاء الله يعودون الاتصال، عندنا وصلة أخرى إن شاء الله نسمعها. أهلا السلام عليكم. عليكم السلام. سيدنا أنا صايمة وبالنهار جاي يطلع دم من سنوني، شنو حكم هذا الدم؟ نعم خروج الدم من اللثة أو خروج الدم من الأنف أو أي جرح يصير الإنسان، هذا ما يضر في صوم الإنسان. طلع دم من لثتي، زين بسقي الدم واغسلي، يعني مضمضي والقي إلى الخارج. عدم نزول الدم، عدم نزول شيء إلى الداخل، صوم صحيح حتى لو كان هناك نزيف في اللثة. فحاولوا جهد إمكانكم أن تبصقون الدم لتجعلوا يدخل، لا إشكال في صومكم إن شاء الله تعالى. لا ما أحسنت وسمعت السيد، عندنا بصمة أخرى نسمح إن شاء الله. السلام عليكم شيخنا الكريم. أحد أقاربنا كان يعني ساكن وبعد ذلك بنى بيته وشال بيته، بس هذا البيت اللي بالحواسم أجره، هاي يعني الأجرة مالته أو نقول فلوس الإيجار، هل هي حلال أم حرام أم ماذا يعني شو حكمها؟ نعم صراحة السيدة جاوب. في الواقع منطقة الحواسم أو التجاوز هذا ما يملكها، يعني ما يملك قطعة الأرض، هاي الأرض أرض الدولة أرض المسلمين، ما يملكها وما له حق أنه يبيعها ويشتريها. نعم هو بنى عليها جدران، بنى عليها السقوف، في أبواب وشبابيك، فيها خط كهرباء، فهو يؤجر هذه المنشآت اللي أنشأها على الأرض، فهو يؤجر الأشياء اللي سواها، بناء البناء يؤجر، ما في مشكلة لا إشكال في ذلك إذا الدولة طبعا تسمح. أما إذا الدولة قالت شيل منا وما شايل، هنا أكو مشكلة في أصل بقاء هذا البيت والانتفاع منه. لا أحسنتم سمحت السيد. نعم عندنا بصمة نسمح إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا. النية لازم ننوي بالسحور، أنا أنوي أقول اللهم ربي لك صمت وعلى رزقك أفطرت وإلى يوم غد نويت وصمت، يعني هيك إني لو اللي أنوي بسحوري، يعني أنا ناوي أصوم شهر رمضان. يعني ذكرنا في أول يوم من شهر رمضان، في أول يوم من شهر رمضان قلنا أن النية مو لازم يومية تنوون، يمكن إنسان من أول الشهر أن ناوي أن أصوم هذا الشهر خلاص يكفي. نعم. أثناء أثناء الشهر سافرنا وما صمنا يوم يومين، هذا ما يأثر. أنتم ناويين الصومون الشهر في ما يجب الصومة يعني في بلدكم، فلا إشكال في ذلك والنية الواحدة تكفي. نعم أحسنتم صحة السيدة. عودت ويا أم عادل حياكم الله تفضلوا. نعم أم عادل تفضلوا، أنتم على الهواء إن شاء الله. نعم أم عادل ويانا. بلي نعم تفضلوا نسمعكم إن شاء الله. نعم أم عادل تفضلوا. أقول أنا عندي 30 مليون إيش جيت خروج مال و 18 مليون. يعني صراحة الصوت نعم معادل ممكن تعيدين السؤال أو تبتعدي. نعم لديها نعم 30 مليون. بلي أنا فهمناها 30، شنو بعد بعدين شنو؟ نعم و13 شنو؟ نعم 18 دولار. بلي نعم بلي كملوا معادل شنو بعد؟ هذا هو نعم شنو السؤال مثلا؟ 18 ورقة 30 مليون. واضح نعم صراحة السيد اخواني الاخوة عندها 30 مليون، ايش قد خمسها 6 ملايين، كل 5 ملايين مليون، كل 10 ملايين مليونين، ف 30 مليون 6 ملايين خمسها، 3 ملايين للسادة، 3 ملايين حق الإمام، و 18 ورقة عندها، 18 ورقة أيضا نفس الشيء. إذا 15 ورقة إيش قد تصير؟ 3 أوراق، كل 5 أوراق ورقة. إذا 15 ورقة 3 أوراق، و3 أوراق
$60 يعني كل $100 $20 فتطلع ايش قال تطلع $310 مال 18 ورقه $310 ثلاث اوراق و10 و 6 ملايين هذا خمسه. نعم احسنتم سمعت السيد. عندنا بصمه اخرى ان شاء الله نسمعها. السلام عليكم سيد. سؤالي انا اذا انا توظفت شكيت انه دخل مرة نوم هذا التصميم ام لا؟ شكرا جزيلا لك. نعم سمحت السيد الوضوء. نعم اثناء الوضوء شكت انه دخول شيء من الماء الشك للنوم. الشك لا يؤثر الشك في دخول الماء وعدم دخول الماء الاصل عدم دخوله. كل شك شوفوا كل شك اللي عندكم دخل ماء لو ما دخل ماء اكلت لو ما اكلت اتنجست لو ما اتنجست هذا كل الشكوك لا اثر لها. اتنجست لو لا لا صعد النجاسه هذا ما كانت نجس لو لا لا صعد النجاسته هاي اكلت لو ما اكلت انا ما اكلت نزل شيء لو ما نزل لا ما نزل. الاصل في الشك عدم وقوع المشكوك. هذه قاعده احفظوها. بل يا احسنتم سعاده السيد. وهذا اتصال. نعم ابو حسن يمن حياكم الله. عليكم السلام حياكم الله. نعم يا ابو حسن الله يحفظكم ان شاء الله. نعم تفضل. انا عندي يكون جسم المنحة مع التقاعد اما تطلب من جسم قبل 3 سنين. الو نعم نسمعك. نعم بالنسبة لكم يعني هل هو عام سامع بنظر لازم يصير غسل بيها يعني لازم غسل؟ ايه الا غسل يعني من المعتمد الا من المعتمد يعني انا المعتمد الطعام رتب انا قسمتها على الشرب. الآن سؤالك حبيبي أن المنحة تخمسها ولا لا؟ شلون تقسم الخمس؟ سؤالك وضحها لك. الخمس مال إما بغسل لو بدون غسل يعني يصير. أنت مقسمه لو مضطر المعتمد. لا المعتمد هو طالع رخصة مقسمه على الشهر. يعني أنت جاي تقسمه. ها؟ أنت جاي توزعه مو ما أعطيته للوكيل. لا لا ما أعطيته للوكيل، هو مين الوكيل؟ كل شهر اعطيه مبلغ معين. اخي سؤالي انه خمسك اعطيته للوكيل لو انت جت وزعه. لا لا للوكيل. واضح. نعم ان شاء الله سمحت السيد جاوبكم. يا ابو حسين حياكم الله. نعم سمحت السيد نجاوب الاخ. حبيبي شوف سمحت السيد السيستاني قال الانسان اذا يريد يوزع خمسه يوزع الخمس من تلقاء نفسه هو يروح يعطي للفقراء هو يعطي للسادة الفقراء المؤمنين هو يدي وزعه. السيد قال عندي عندكم اجازه سووه بس انتم مسؤولون يوم القيامه اذا شخص مو جدير اذا شخص ما يستحق وطيتوه انتم مسؤولين فانطى اجازه. وهذا اللي وزع الخمس مالته انا وزع خمسي بعد ما يحتاج وصل شنو؟ انا بيدي الفلوس وزعتها. اما إذا أعطيته للمعتمد أو أعطيته للوكيل سمحت السيد يقول أطالبه بوصل ويجيب لنا وصل من مكتب السيد. ليش؟ حتى يضبطون أن هاي الأموال وصلت لمكتب السيد لو ما وصلت. هذا من جهة شنو لأن الوكيل وسيط يعني يوصل الأموال للمكتب. واضح حبيبي؟ نعم. وإذا أنت مطين للوكيل اطلب من عندك أعطيه وصل. خليه يجيب لك وصل والوصل هم شنو؟ على حال يكون معتمد مو انه مو انا ليش قلت هذا الكلام؟ قبل فتره وهذا اقولها لاول مره جاء اقولها. قبل فتره شخص سوي صفحه على الفيسبوك انه انا استلم الحقوق الشرعيه وانا كذا مدري ايش وحاط اسم السيد يعني اسم السيد السيستاني. وهو لا ربط له لا بالحوزه ولا بالدين ولا هذا. واحد حسب تعبيرنا احنا إنسان يعني غير ملتزم والناس ينطون هاي مشكلة الناس أنه يتصلون عليه ويعطوا حقوق وهو شو يسوي؟ هو مزور وصل والتزويرهم جابوا لي شفته. هذا تدرون وسائل موجودة الآن تزوير الوصل تزوير الختم تزوير التوقيع. وهذا في الواقع بعدين لما
تابعنا شفنا انه هذا ياخذ الملايين يطلب وصولات مزوره. فاحنا شو نقول؟ اولا طول معتمد تثقون به، وثاني بين فتره اخرى هذا الوصل هم شوفوه انه واقعا حقيقي او غير حقيقي، هذا لا باس به يعني تاكدوا. بل. نعم احسنتم سماحه السيد. نعم عندنا بصمه اخرى ان شاء الله نسمعها. ولد لو بنت؟ نعم صح سيد بصمة هذه. نعم كم يبلغ الطفل يعني لم تذكر؟ يعني إذا كانت بنت. إذا كانت بنت الطفلة تخلص 9 سنوات هجرية عفوا قمرية يعني بالشهور القمرية، 9 سنوات تخلصها تدخل وين؟ ب10 سنوات. هذا البنت بلغت لازم تلبس عبايه ومكلفه وتصلي وتصوم. والولد 3 اشياء، اما يخلص 15 سنه يدخل بال 16، يمكن لا هو عمره 13 سنه ويصير عنده شعر بجسمه، يصير عنده شعر خشن في مناطق الحساسه جوا ابطه جوا صرته، شعر خشن. لا هذا يعني بلغ حتى لو كان عمره 13 سنة، حتى لو كان عمره 12 سنة. أو الاحتلام يعني يقوم يجنب تطلع منه جنابة، واحدة من هذين الصفات يعني هذا الولد بلغ، واحدة إذا حصلت يعني هذا بالغ. نعم أحسنتم سماحة السيد. لدينا العديد من الرسائل على تطبيق المرجين. رسالة من أخت نبأ من سكنة الحلة وجتنا حماتي وابنها وبنتها في شهر رمضان من سكنة الكوفة، وقلت لهم أنتم على سفر ولازم تفطرون، وبقوا يومين وفطروا بهم. هم كانوا عايشين بالحلة وشارع الكوفة قبل أكثر من سنة، يناولون ويبيعون بيتهم ويرجعون إلى الحلة. السؤال شنو علي؟ هل صار حرام أنه قلت لهم أنه فطروا وفطروا؟ هي طبيعي، لان انت شلون تفتين بدون علم؟ كيف تفتين الناس بدون علم؟ لا. اذا ذولا كانوا من اهل الحله وراحوا للكوفه والان يريدون يبيعون بيتهم يرجعون للحله، يعني لا زالوا يريدون يعيشون وين؟ مسقط راسهم. لا. يعني ما تركوا الحله او تركوا مسقط راسهم على اساس لا يجون، لا عندهم نيه يرجعون. لا. فما دام عنده نيه يرجع فلازم شنو؟ يبقى صايم. هذا مسقط راسه، هذا بيته، وطنه الاول. فانت افتيتيهم بدون علم، فتوى بدون علم حرام ما يجوز، وانت تتحملين مسؤوليه. وهذا يقول احنا الناس اخواني ترى الفتوى بدون علم حرام. من افتى الناس بغير علمين فليتبوأ مقعده من النار. اي مولانا الشارب والوارد صاروا فقهاء، هذا يجوز وهذا ما يجوز، هذا حرام وهذا. تقوى الله في بيان المسائل الشرعية. كما أنه أنتم ما تطون آراءكم في الأمور الطبية، ما تطون آراءكم في الأمور العلاجية، أكو واحد يعطي دول واحد وهو ما يعرف شنو المشكلة، كما أنه في الأمور العلاجية والطبية أنتم ما تتدخلون. الأمور الدين على حال لازم واحد يكون متقن يتقن ويتأكد ويراجع المسألة. نعم نعم أحسنتم سماحة السيد. كذلك صراحة السيد لدينا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز ركوب لعبة التزلج للبنت خارج المنزل، يجوز أو لا؟ لعبة التزلج؟ نعم تزلج على الثلج على شنو؟ لم تذكر صراحة السيد. خارج البيت؟ بلي خارج البيت. إذا كان نادي للبنات أو مكان للبنات فقط أو ماكو رجال ما في إشكال. نعم اما تلبس هذا الحذاء شو يسموه هذا السكيج، تلبس السكيج وتريد على حال تمشي بهذا الحذاء اللي هو يسموه حذاء ابو الشروخ، امام الناس امام الشباب كذا، هذا ما يجوز لانه على حال حجابها شلون. اما في اماكن خاصه للنساء لا اشكال. نعم احسنتم سماحة السيد. ناخذ اتصال من احمد حسين. نعم محمد حسين حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام ورحمة الله. الله
الله يسلمك. سؤالي انا للصوم، انا اصوم الجهل. انا من مواليد 71، عمري هسه 51 سنه. وانا ايام سابق جهل يعني ما اصوم، يتمثل علي انا تقريبا من 20 سنه. جهل شنو يعني جهل مولانا؟ شنو يعني جهل؟ يعني أنا كنت أيام يعني الشباب ما عندي أبوي متوفي، كنت أنا يعني عمري بس 6 سنوات أو 7 سنوات متوفي، وما واحد يقول يعني صيام واجب. أيك ولازم أطعام 60 مسكين، أنا كنت طايق. لا عفوا، شوي انتبه لسؤالي. مرة أنت تقول أنا ما أدري الكفارة إيش قد وإيش قد حرام وإيش قد كفارة، فما كنت أدري، بس كنت أدري الصوم واجب. حرام؟ لا ما حرام. أصلاً عمرك 20 سنة ما تدري صوم واجب؟ أي يعني أنا عبالي رجل كبير يصوم عادي، يعني مو هيك يعني لازم أصوم وطعام 60 وعلي فتشار. فأمتى بديت الصوم؟ أمتى بديت الصوم؟ والله هاي تقريباً أنا من سقط صدام، من إحنا قرية أو الخصيب إذا سامع بها قرية أكيد ربنا من أبناء الجماعة، وكنا إحنا تقريبا أبناء الشيعة قليلين، فمع يعني الشيوخ بس نعم إن شاء الله صدام طبت الناس إن شاء الله سعد تسهل إجابكم. نعم عندنا اتصال من أختم علي، حياكم الله تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السيد بل يتفضلوا سمحت السيد اسمعكم ان شاء الله. يا عليكم. السلام عليكم. نعم عليكم السلام. معالي تفضلوا نسمعكم ان شاء الله. سيدة انا عندي قرعة اجتماعية ومزوجة. وزوجي يعني هو قولي ما تقنى الرعاية الاجتماعية، هي ما نستعمى الرعاية. وبيأخذ رعاية دلو. أبيني. يعني رعاية ياخذ مني. ياخذ منه بالنص الرعاية، هذا مصرف البيت ياخذ منه. نعم. وانا عمر الزمان بلدت عم. بلي. نعم يا الله ان شاء الله. وانت يعني هسه يعني هذا شنو حلو الحرام، هو يعني دائما يعني دائما هسه هو جهاد يخليني اجيب جهاد. وهذا البيت بوحدي وياخذ يعني رعايتي من عندي. نعم. ويقول لي هذا اتفاق بيني وبينك. راضية زين ما راضية؟ نعم ان شاء الله يا معلم ساعة. هو له نظرة عائلة اجتماعية وعنده سيارة متزوجة متزوجة الآن؟ متزوجة؟ اي انا متزوجة. يصرف عليك؟ لا والله ما يصرف، يعني نفس مصرف، لا يعني لا كسوتي واكل، يعني هذا المستوى اللي يجيبه لي يا حج يا اختي الكريمة رجاء يعني خليك واضحة وياي. رجاء جاي يصرف المسائل الضرورية عليك جاي يصرفهن؟ لا لا بالنص، يعني شوفوا شيء يجيبه بالنص انا وياه. يعني هو مش مربوط وجهات يعني ما يريد من عندي، يعني هو مقصر مقصر بالصرف، مقصر بالصرف هو. ايوه مقصر بالصرف. زين مقصر بالصرف. لا يعني انا لا نفسي ولا قضيبي ولا اكله يعني. انا راح اجاوب، راح اجاوب، انتبهي لجوابي زين، انتبهي جوابي. نعم يا معالي. نعم ام رعد ويانا. نعم تفضلوا. نعم يا ام رعد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله تفضلوا. أظنك يا معلم. عندي سؤال. نعم سمحت السيد اسمعكم تفضلوا. نعم يا مراد. عندي سؤال يا معلم. بل تفضلوا نسمعكم إن شاء الله. إي أنا مطلوبة صيام يعني عشان أحرق أنا وكنا يعني كنا بالخلفة وهذا. التزمت بصوم وصلاتي عمري 35 سنة. لا مطلوبة يعني صيام، أنا الصلاة قضيتها بس الصيام بقى، شلون يعني أنا أقدر أعرف فيه؟ لا أنا أجي امرأة. نعم نعم امرأة إن شاء الله سمحت السيد يجاوبكم. تفضل الله يحفظكم إن شاء الله. يلا عينك. نعم حياكم الله إن شاء الله تسمعون الإجابة. نعم سمحت السيد الأخ محمد حسين اللي يعني مواليد 71 وربما مطلوب أصلاً أيام الشباب. نعم. يعني يقول ما ملتزم أيام الشباب والآن صار له 18 سنة ملتزم. نعم. بعد ما سقط النظام ويقول أنا شو اللي أسوي؟ أخي الكريم شوفوا بعض الناس يقول إحنا ما ندري
أن الصوم واجب مع واقع واقع ما أعرف يعني في العراق والبلد والأذان والدعاء والسحور وهذا اللي مسحر شيء يجي يقعد الناس هاي كلها ماكو إشارات أنه أكو شيء اسمه صوم والناس على حال ما تفطر وما تتغدى وما تتريق هذا يعني ما كان أكو في إيحاءات ما أدري هذا كل واحد هو يعرف تكليفه كل واحد يعرف تكليفه بس واحد متاهة أفريقيا ما أدري وين بموزمبيق وماكو كذا يقول يا هذا ما كان يدري وبلد بلد كل مسيحيين هو ما يدري مثلا أما في بلد العراق اللي هو كله مساجد وكله كذا ويقول أنه الصوم واجب عليه وما كنت أدري الصوم واجب قلت هاي قضية بينك وبين الله إذا كنت ما تدري أن الصوم واجب أصلا ما تدري فعليك القضاء فقط تقضي قضاء كل اللي فاتك تقضي أما إذا كنت تدري أن الصوم واجب بس ما تدري عليه كفارة 60 مسكين كذا ما تدري يعني جهل بالكفارة وأنت تدري أن الصوم واجب بس جهل بالكفارة هذا ما سقط عنك الكفارة عليك قضاء وكفارة عن كل يوم إطعام 60 مسكين مع الاستغفار والتوبة إلى الله لأن هالفترة كلها كنت تارك الواجب الشرعي فإخواني حتى الأخت الأخيرة شو اسمها هذه الأخت الأخيرة لا امرأت حجية امرأت أنت تقولي أنا 35 سنة لا صلاة ولا صوم يعني عفوا 35 سنة أنا صليت وصمت يعني قبلها ما ملتزم هذه الحالة هواي تجيني أنه سيدنا إحنا كنا ما ملتزمين وكذا عفى الله الله يعفو الله يعفو الله أرحم الراحمين ولكن الله يقول أنا أعفو بشرط أن شنو يتأدون اللي عليكم الصلاة تقضوها الصلاة تقضوها الصوم تقضونه إذا كان الإنسان يقدر يصوم لازم يصوم تقول أنا ما أقدر الآن مريضة كتبي بالوصية كتبي بالوصية أنه أنا علي كذا سنة صلاة صوم وكذا سنة صلاة وعلي على الآخرين أن شنو يأدوا عنك بعد عمر طويل إن شاء الله تعالى فهذه أمور لابد إنسان أن حسب تعبيره يصفيها قبل يوم الحساب لأن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب لا عمل. لا أحسنتم سمحت السيد. أما لو كنت معي صاحبة الرعاية الاجتماعية سمحت السيد. أختي الكريمة تقول أنا متزوجة. نعم. المتزوجة قانون الرعاية ما يشملها. قانون الرعاية ما يشملها. يقول هذا قانون الرعاية للمطلقات الأرامل على حال العاجزين الكذا. أما جنابك متزوجة وتحت ولاية زوج والزوج ينفق عليك سهو مقصر طالبي بالنفقة مقصد لا يعني أنه ترحين تأخذين راتب رعاية وأنت غير مشمولة بالقانون لذلك سمحت السيد يعتبر هذا الراتب سحت حرام ما يجوز تقول سيدة مولد أشتري منها كذا ما يجوز أختي ما يجوز هذا تصرف في مال لا تستحقينه سمحت السيد يعتبر هذا سحت ولا يجوز استعماله وأخذه لا أحسنت وسمحت السيد نعم مجيد حياكم الله تفضلوا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله تفضلوا بلي سمحت السيد اسمعكم إن شاء الله تفضلوا أذان الظهر لا أذان الصبح أذان الظهر أذان الظهر جيد بس شوية خلي يقول الله أكبر هاي أصلي جيد نعم ان شاء الله سمحت السيد يجاوب كل عام سمحت السيد نجاوب الاخ الله يوفقك يا مجيد وانت دائما تتصل على البرنامج اشكرك يقول انا مني اذن اذان الظهر مباشره اوقف جيد اوقف صلي بس يقول الله اكبر اذن وسوي اقامه يعني اقم مستحب طبعا وصلي اما اذان الصبح اذان الصبح لا اذان الصبح اعطيه تقريبا 10 الى 12 دقيقه لا. خلي خلص الأذان فكم دقيقة بعدين أوقف صلي أذان الصبح أخروها شوية واضح أذان المغرب ماكو إشكال إذا أذن أوقف صلي رأسا بس أذاننا إحنا مو أذان الأخوة أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يأذنون بغروب الشمس يعني سقوط القرص الشمس لما تغيب إحنا هذا مو ليلنا الليل بذهاب الحمرة يعني بعد 20 دقيقة تقريبا واضح بابا؟ نعم حسنتم سمحت السيد ويانا اتصال
من أم نرجس، حياكم الله، تفضلوا. من العصر أو الظهر؟ شلون ما سمع على السؤال، ممكن تعيد؟ أعيد السؤال. السؤال يعني يصير أخير رمضان القرآن؟ نعم؟ نعم، قراءة القرآن. يعني أصير العصر أو الظهر أقرأ؟ نعم، نعم، إن شاء الله سمحت للسيد يجاوب. شو سؤالها؟ نعم، سمع السيد تقول هل مسح قراءة القرآن في الظهر والعصر؟ نعم، في أيام شهر رمضان المبارك. أنت صايمة؟ إيه. شكرا. نعم، إن شاء الله سمحت للسيد يجاوبكم. حياكم الله يا أم نرجس. قراءة القرآن مستحبة، قراءة القرآن مستحبة للصائم وغير الصائم، بس في وقت الصوم لابد الإنسان لما يقرأ القرآن يضبط القراءة، يضبطها. إذا قال أخطأ، بعض الأحيان أخطأ، إن شاء الله ما عليش، بس أنا لما ما أعرف أقرأ القرآن زين أخلي واحد شنو يقرأني وأنا أقرأ وياه، يعني إذا محطة كذا هذا القرآن الناطق جيد، هذا القرآن أو القلم، القلم يقرأني، هذا جميل، أما أتعلم وكذلك أحصل الثواب وما أقع في مشكلة. نعم، أحسنتم ساعة السيد، هذا ما يسمح به وقت البرنامج. شكرا لكم ورب يحفظكم إن شاء الله. في حلقة أخرى إن شاء الله، في أمان الله ورعايته.